divorce? Because I knew if I didn't, I'd likely not literally survive. I'm so scared that it was gonna end. طبعا اي واحد عنده الحاسة السادسة كده او عنده خبرة في التعامل مع الناس طبعا واضح جدا ان الامبر هيرد دي تحس كده ان هي كذابة. طيب في لغة الجسد البني ادم لما بيبص بعينه ناحية الشمال فهو بيفتكر حاجات من الماضي. بصوا العقل العاطفي يعتبر في الشمال والعقل التحليلي يعتبر في اليمين، هو على فكرة العكس بس المخ بيفكر بالمقلوب، يعني العقل اللي هنا بيتحكم في نص الجسم ده والعقل اللي هنا بيتحكم في نص الجسم، بس مش عايز ألخبطكم فانت بس ايه احفظها كده. العقل الشمال او الناحية الشمال دي الناحية العاطفية بتاعتك، الناحية اليمين دي الناحية العملية بتاعتك او الجزء اللي ليه علاقة بالتحليل. لما انا بكون بتكلم معاك وتلاقيني ببص على الناحية اليمين اذا انا بستخدم التحليل وانا بتكلم، لو انا بتكلم معاك بصيت ناحية الشمال اذا انا بستخدم العاطفة. يعني ايه بستخدم العاطفة؟ يعني بستخدم الذاكرة بتاعتي علشان افتكر وانا بكلمك وانا بحكي لك قصة. طيب لو بصيت ناحية اليمين بستخدم التحليل. يعني ايه التحليل؟ يعني بخترع، يعني بألف، يعني بجذب هنا في الحالة دي، ببتدي ان انا احلل الكلام اللي انا بقوله بناء على نظراتك ليا، بناء على المعلومات اللي عندك اللي انا عارفها، فبقعد احلل علشان اجذب علشان اخليك تصدق. ده لما يكون الشخص بيتكلم معاك وتلاقيه بيبص دايما ناحية اليمين هو بيتكلم، ده في لغة الجسد يدل على الكذب، اذا الشخصية دي كاذبة في المحكمة. لو مش فاهم حاجة من اللي انا بقوله ده اشترك في القناة واتفرج على الفيديوهات اللي هناك هتفهم انا بتكلم في ايه اصلا. سلام.